القواعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله في قواعده، قال: فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات. قال رحمه الله: اعلم أن الله خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض ليقوم كل بمصالح غيره. هنا بقوله يعلم أن الله خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض ليقوم الكل بمصالح غيره، هذه من الحكم العظيمة. قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. في الآية قال: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. نعم، فهو جعل الله الإعواز في هذا الباب لينتفع الجميع، وهذه لها حكم كثيرة جدا، منها التآلف. لما تكون محتاجا لشيء ومحتاجا لأحد وهو يسعى ويقضي لك حاجتك، أو تجد حاجتك التي تريد أن تقضيها عند غيرك تتلطف معه وهو يتلطف معك، فيحدث بعد ذلك الإيش؟ المواءمة والموافقة. أنت ترى حتى الفرقاء لما تتحد المصلحة معهم يحدث بينهم إيش؟ يحدث بينهم التآلف ويعني الوقوف وده بتاع المناظر. نايم أنا ما الله كله متعجف. وأيضا في ذلك بأنه يحدث معرفة أيضا الأسباب ووضع الأسباب في مواضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لا يشكر له. ومنها أيضا كسر الحدة والكبر والشموخ بالأنف، ومنها أيضا قطع الوحشية التي تأتي في الغاب أن الكبير يأكل الصغير. كل ذلك الحاجات فهي تكون في هذا الباب ظاهرة للحكم في هذه المسألة. أما الاستدلال على ذلك بحديث علي بن أبي طالب، وحديث ضعيف لم يصح، أنه لما قال: تحجني أحد من خلقي، قال: لا أدخل، لابد من الحاجة على الناس، لكن قول اللهم لا تحجني إلى أحد من شرار خلقي. هو طبعا أنا أقول الشافعي في هذا الباب يغنينا عن هذا الضعف، كان بيقول كلمات أصلا تصل للحكم في هذا الباب على ما جاء الشرع بها، عندما قال: لا يحكن جلدك إلا وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك. ولذلك أنت تحمد الله إذا أحالك الله على الكريم، ما أراد إهانتك، ولكن لو أحالك الله على اللئيم إذن أنت عنده غير مرغوب. نعوذ بالله. أنت لا كيف؟ أنت استغفر الله الله يرضى عنك. لا نادر، أنت فوق الرأس، ربنا يغفر لنا. والله أنا تحت القدم يا نادر. والله. فلذلك أقول من الفضل أيضا أن يحيلك ربك على الكريم. الإحالة على الكريم نعمة من نعائم الله جل في علا، لكن الإعواز هذه حكم منها. ولذلك أنت لا تبيع ولا تشتري، أنت ممكن تكون معك المال وليس معك السلعة فتشتري السلعة، معك المال وتريد تنميه ولا تستطيع العمل، ما تتقن. هناك من يتقن لكنه ما عنده المال، لذلك تكون المضاربة، يكون المساقاة، يكون بيع السلم، كل ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال تعالى: تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. وهذا كما قلت مادة تأليف القلوب في هذا الباب، الإعوازات وسد الإعوازات مع الرفق واللين في التعامل. لذلك قال رحمه الله: امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، في هذا الباب. نعم. قال: أعلم أن الله خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض ليقوم كل بمصالح غيره. قال: أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر فأنواع، أحدها الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى، قال: ثم إلى الولاة. نعم، هنا في قول ما احتياج الأصغر إلى الكابر فأنواع، أما احتياج الأصغر أيضا يقول الأصغر يحتاجون الأكابر، وهذا أيضا فضل الله يتيما يشاء. قال: أحدها الاحتياج إلى الإمام الأعظم، صحيح في هذا الباب كما قال علماء هنا الإمام الأعظم، تقديم الأمر الاحتياج إليه إلى العلماء، لأن الله وش قال الله جل في علاه، قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى، وقول الأمر هنا من باتفاق هم من العلماء، وإله الأمر منهم العالم والذين شوفونا شوف أمرهم الله جل في علاه، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وأذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الوكيل، قول الأمر هو الوكيل. وأنت الآن في حوارك المسائل وما فيش ما بيردوش، كله بيتكلم بيسبوا العلماء، كله بيتكلم وهم أحد الناس العلماء لا يرجعون العلماء، يعني هم يخالفون الآية تماما وعايزين النص ينزل، يخالفون طرق الشرع تماما فهم، ويريدون التوفيق في الطريق غير طريق الله جل فعلا، وأنت تموت حتى تفهمهم: يا جماعة فهموا، أنتم تقصون طوق النجاة، يا جماعة أنتم تسدوا الطريق إلى 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 نصر رب الأرض والسماوات.
يا جماعة افعلوا افعلوا ما يرضي الله جل في علاه حتى تصل إلى الجنات ولا يسمعون في هذا الباب. ولذلك علماءنا يقولون هنا في هذا أما احتياج الأصغر الأكابر فاحتياجهم إلى الولاة، لا احتياجهم إلى العلماء، وحاجة الناس للعلماء أشد من حاجتهم للماء والهواء. ابن عينة قال كلاما عجيبا، قال لولا العلماء لكان الناس بهائم، ألا يفهمون ألا يفقهون ألا يحمدون الله على أن الله يزرع بينهم علماء. ولذلك علماءنا يقولون إذا أراد الله بأمة هلاكا سحب منها علماء، وده على غرض إيش؟ أن الله لو أراد بأمة هلاك قبض نبيه. والأمر هكذا، قال الله تعالى مكان الله معذبهم ومكان الله معذبهم أنت فيهم ومكان الله معذبهم أنت فيهم لا عذاب ينزل عليهم لا عذاب ينزل عليهم. فالحاصل إذا أراد الله جل في علاه بأمة هلاك سحب منها علماء، والدلالة على ذلك أوسع من هذا، في دليل أوسع من هذا، وش هو؟ الدنيا بأسرها تؤذن بهلاك وبخراب إذا سحب الله منها العلماء. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبل العلم بقبض. انظر بقى هنا، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا الدنيا جاءت على الله، ما أحد يقول الله الله ها مستمع أضلوا مذهبية منحرفة من مذهبية منحرفة نعم، وضالة لا تعرف كيف تعظم النبي ولا تعظم الأثر، تضيع الناس. هم فعلا ضيعوا الناس يا ضيعوا الناس. هو واحد بيقول له ما يعني ماذا أقول؟ ضلوا أضلوا والله والله العظيم ضلوا أضلوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله للفعلان أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل. لكن هذه المسألة الأهمية التي أريدها أن يفهم الإنسان أن احتياج الأصغر الأكابر هو احتياج الناس للعلماء. مجالس الخير فقط فين؟ مجالس العلم. حديث هذا وإن كان تكلم فيه بعضهم وحسنه كثير من المتأخرين، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، دنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومولاه وعالما متعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثوا الأنبياء، وقال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، كفضل أنا على أدناكم. ولذلك نقول في قولي أما احتاج أصغر الأكابر، احتاج الناس جميعا إلى العلماء، بدل من احترام العلماء وتوقير العلماء بدل. ودي النجاحات التي نجح فيها من؟ بنو صهيون. دي النجاحات التي نجح فيها بنو صهيون، تربية الناس، جرأة الناس على العلماء. وده طبعا جاء الحزبية المقيتة فعلت ذلك، لما حزب مقيت يقول إما يخضع لما نريد وإما أسقطوه. طبعا ده أنا الاحتفاظ بالأسماء عندنا فقط هي لما ماتي، لكن ده اللي حصل حقا. حزبية مقيتة قال لا يقول بقولنا، قال جربوه، اعرضوه، اعرضوا على الكلام بذكاء كده، قبل فهو معنا، ما قبل اسقطوه. بالله اي ديانه في هذا الباب؟ ما انا وده ده المافيا عندهم احترام غير على غير ذلك. اي ديانه على هذا؟ اذا قبل معنا، ما قبل اسقطوه، اسقطوه وبكل شتى الانواع بقى اسقطوه. اختلق له، افتنه، ابعت له امرأة تبوسه فيقع في الارض يموت، صور، فاهم، افعل اي شيء في هذا البطاقة. كل ده جاهز، انتوا تحسبون بمزح، انا كل ده جاهز. نادر فرحان بالبوسة، نادر هو ده فرحان بالمثل ده فقط يا رباب. المهم افعل ذلك، وده حاصل اصلا، ده حاصل اصلا. انا اكلمك الان على الذي يحدث في هذا الباب ونجاحات اليهود في الامه الاسلاميه في هذه المساله. وطائفه ثانيه، ما هو هتبقى معانا، هنعمل لك كل ليله اعلم اهل الارض، اعلم الثريا، هذا الرجل ليس عندنا، احنا شفناه كان بيطير في السماء، كان بيمشي في الماء، فاهم، وقصص بقى واحاجي ممكن تقال عليك والكلام ده. ايه ده كلب قلبه يعني ابيض بيمس اللسان، ولسانه طلع للروح والروح طلع، وعضو يا حبايبي وكله يجتمع له في هذا الباب وانشروا له. وزي ما كده اتصل بيه، ايه معانا نحشد ولا ما نحشدش؟ هو مخلل، نحشد ولا ما نحشدش؟ هو ده دين ولا مخلل؟ اهو احنا عندنا عقل يا كده نحشد.
فهذه المسألة مسألة عويصة في هذا الباب، ففيها تضييع الأمة بأسرها بتضييع العلماء، هلاك الأمة بأسرها بقبض العلماء. يبقى إذن لابد من الرجوع لنعلم العلماء وقدر العلماء وكيف نتعامل مع العلماء. أنتم بكل ما تفعلون تحاربون الله دون أن تدروا، وقلنا ذلك وسنقول ونبين حتى نكفكم عن ذلك. وبينا أن هناك من يعني كان قد جهل قدر العلماء وقام يستهزئ بهم لأنه خالفهم في الفكر الذي هم فيه، فساعد على إسقاط العلماء، ساعد اليهود على ما يريدون. ولذلك أقول احترام وتوقير العلماء أول الإشارات لرد الأمة إلى مكانتها. تريد رد الأمة لمكانتها، رد مكانة العلماء حتى ترد الأمة لمكانتها. فكلما قمت بالهجوم ومحاولة إسقاط العلماء والاستهزاء بهم والتنزيل من قدرهم، كلما أنت محطوط في الحيز الذي وضعك الله فيه بأنك في مهانة وفي ذلة، لأنه أرشدك فعاندته. كيف أرشدك فعاندته؟ إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر منه لم يفعل. وأيضا الوعاظ سبب الرئيس في هذا الباب، امتلاء الوعاظ نفسه دهية على الأمة ليس بعدها دهية. امتلاء الوعاظ على يعني دهية على الأمة ليس بعدها دهية، لأن الوعظ لما يمتلئ وينتفش، جلس مجلس من؟ ابن عيينة الثوري، جلس مجلس أبي حنيفة، جلس مجلس سعيد بن المسيب، وهو ليس كذلك، بل ولا حتى يصل إلى هبابة ذلك. فلابد أن يكون متقيا لله جل في علاه، يدل الناس على العلماء. فلذلك قلنا هنا احتياج الأصغر للأكابر أنواع، أحدها احتياجهم للعلماء، لأن ابن عيينة قال الناس بهائم بدون العلماء. لذلك كانوا يعودوني وأنا أقول في ضمن المعصية، وأنا في معصيتي وبعضهم يراجعني فيها، أقول شوف شايف المعصية هذه، شايف المعصية هذه، أشرف ناس وأرقى ناس هم طلبة العلم، أشرف الناس وأرقى الناس هم طلبة العلم. كل من حمل الشريعة هو أرفع الناس، ومن لم يعرف له قدره فإن الله بخس من قدري قدر ما لا يعرف من قدر. وكلما على القدر وعرفت القدر، كلما على قدرك عند ربك جل في علاه، وكلما مكنت للعلماء كلما مكن الله لك نجاة، وكلما مكنت للفساق أو مكنت للمنافقين أو مكنت للأشباه لم يرضى الله بذلك. خلطت يخلط لك ولا إنقاذ. أو يعني ألا يضجون الآن من تسليط هؤلاء الرعاع علينا، هؤلاء الذي قاتلت الأنبياء علينا، ويقولون ما فيش واحد فينا محمد بن واسع، ما فيش واحد بيرفع إيده كده وتستجاب الدعوة. قل أنتم اللي منعتم استجابة الدعاء، أنتم أصلا سبب في تسليط هؤلاء علينا. طبعا إحنا نتكلم عن أنفسنا، إحنا السبب في هذا الباب، لأن ننزل الأمر على ما أنزله الله جل وعلا وأمر به وراضي به. فالاحتياج الأعظم احتياج العلماء، فعرفوا لعلمائكم قدرهم يعرف لكم قدرا، أو يجعل الله للناس أن تعرف لكم قدرا. أردتم النجاة فخذوا الطوق على محمله الصحيح، لا تقصوا الطوق، قصوا الطوق معناها هلاك، قصوا الطوق معناها هلاك، وطوق النجاة هو العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة السماء أو أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمانة لأصحابي، إذا ذهبت أنا أتى أصحابي. شوف انظر بقى لما مات إيش الحدث، أنس قال ما أن ورينا التراب على جسد النبي إلا وتنكرنا قلوبنا. ثم قال أبو هريرة يفزع الأمة بأسرها، قال مات رسول الله يوم مات واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، كله كفر إلا المدينة ومكة وبقايا من الطائف وبس، والبقية ارتدت إلى الأصنام تعبد. أنا أمنة لأصحاب، ثم قال وأصحابي أمنة لكم، معاودة للأرض الصلبة للقوى الإسلامية والدولة الإسلامية وتأسيسها، ثم الفتوحات على يد أبي بكر، هو الذي انطلقت من عند أبي بكر بالقضاء على الردة، ثم فتوحات عمر الخطاب وعثمان ومعاوية وعلي مع الفترة التي جاءت أيضا مدلهمة، ولكن حدث الأمر بالتمكين. فقال وأصحابي أمنة لكم، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة
ما توعد. ونقول الآن بذهاب النبي وما في النبي، طب ما فيش أمل للأمة والصحابة ذهب ما فيش أمل؟ قلنا الوكيل ينزل منزلة الأصيل، لأن أصلا الصحابة أيضا بالعلم، فنقول الوكيل ينزل منزلة الأصيل. والدلالة على ذلك ما ورد بسند صحيح وجاء مرفوعا ضعيفا، قال العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء، يعني العلماء نجوم إسلامنا، نجوم سماء إسلامنا. فإذا قال العلماء نجوم السماء معناها أنهم إيه؟ أنهم إيه؟ أمن من وجهين، يبقى العلماء أمن للأمة من وجهين، ثلاثة إيه؟ أمن للأمة من وجهين، الوجه الأول النجوم، النجوم أمنة السماء، وهو قال النجوم، فالتشبيه دل ذلك أنهم إيش؟ أمن لسماء إسلامنا. والوجه الثاني الوكيل ينزل منزلة الأصيل، مش النبي قال أنا أمنة لأصحابي وكيله ينزل منزلته ولا ما ينزل، هو أمنة له، فالعلماء أمنة. فلذلك قال احتياج الأصاغر إلى الأكابر في أنواع، أحد هذه الأنواع الاحتياج إلى العلماء، الثاني الاحتياج إلى الولاة. ولذلك شوف عندما يقول يوم واحد يولى فيه الوالي ولي الأمر خير من 70 سنة أن تمطر، أو 40 سنة من خير من 40 سنة أن تمطر، وده الحق. الذي يموت ليس في يد في بي في 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 عنق بيعة، ما تميت جهلية، وأنت أصلا ولاة الأمور وجب عليك أن تؤدي لهم حقهم وإن كانوا أظلم الناس وأطغى الناس. ولذلك أنا أقول من يقول بأنه شغور الزمان من ولي أمر، هذا كلام مبتدع ضال. كلمة الأجير والحمير ولا كلمة الموظف، الأجير والموظف، هذا حتى لم أجده عند أبلة فضيلة. أنا بدور على هذا المصطلح الشرعي في أي مكان مش لاقي، ما حتى أبلة فضيلة ما قالت هذا الباب. أنا أريد مصطلح شرعي، أريد أدل على ذلك في هذا الباب. يقول لك نعم تفضل حديث عليكم السلام قاسم، لا نعم حديث وانت امر عليكم عبد حبشي، مش لان هيلبسوا الاسود، يلبس اسود مش ما يستطيعوش بحال ما حال رايحين عقيل. قال تامر عليكم عبد حبشي ما فيش ولا شرط متوفر فيه، تغلب وحصل امن به وامنت الدماء والاموال، سمع وطاعه لابد. فولي امر عايز تخرجه خرجه بدليل، فين الدليل؟ هتدخل على ولايه الفقيه، فين الدليل على انك تخرجه؟ اما تيجي تقول لي انه احنا عايشين في حزب، لا، الشرع لم يترك شيئا قط. فانت الان عجير وظيفه رحيمه، هات ايه؟ هات الدليل، هات الدليل. والنبي انا عندنا الدليل هو جاهز، وان تمر عليكم عبد الحبشي هاتوا الدليل. قال لك لا انا ساهدم المقدمه عندكم، اهدم يا عم، يقودكم بكتاب الله يا ابن اهل الاسلام اطلع وانزل. طب الصلاه الحج كتاب الله مش كتاب الله؟ هذا ده اعظم كتاب الله جل في علاه. الرجل بيقول لك ما تقراوش القران، كتاب الله ده مش منا، احنا ما بنتبعش كتاب الله، ما بنتبع بولس وحونس. ها لو زعم انه يتبع الله وبيتبع الهوى والشيطان، له لنا ظاهره وعليه ايش باطنه. ده قال ابن عمر الخطاب، من اظهر لنا خير احببناه وقربناه وعاملناه بظاهره وسريرته على الوحي انقطع خلاص، الوحي انقطع خلاص. ومن اظهر لنا شر وان كان ايه يضمر الشر، ومن اظهر لنا شر ابغضناه وابعدناه وتركنا سيرته على، وان كان يضمن لنا الحب وتركنا سيرته على الله. ما لنا الا الظاهر في هذا البلد، وظاهرنا لو قال لنا اني انا اتعامل معكم باحكام الشرع وانا اعبد الله على انني احسن الى الرعيه، بقى ممتاز، اكتب ما قال وسجله وقل له هذا ما لنا عندك. اما في الخلف هنا في الداخل لك الذي يكشفه عنه، انتهى الموضوع. فهو الذي وننصحه بقى، واعلم انه عندما يحاسبك لن يحاسبك على ما قلت لنا، سيحاسبك على ده، على اللي في الداخل، لانه كشفه وكتبه لك واحد واحد. لذلك انا قلت ولاة الامور ارفق الناس بهم من علم مآلهم، أرفق الناس بولاة الأمور من عرف مآلهم، لأنه سيقف فيسأل عن الصغير والكبير والدقيق والجريد لحتى الهوى اللي مر عليه، وكان الهوى ده فيه شيء يؤذي الرعية فهو ما أخدش السبب في عدم إزاهم سيحاسب عليه.
العصافير اللي على الشجرة ما وجدتش طعاما تأكله سيحاسبه عليه. يعني سيحاسب على العصافير في الشجرة؟ نعم سيحاسب على الجن، على طعام الجن سيحاسب عنه. ولذلك هو أحوج الناس إلى العلماء هو، لأن اللي هيغنيه عن سؤال على العصافير والجن من إيش؟ من نشأ ذلك في العلماء الذي يقول وإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من غرس غرسا فأكل منه طير أو جن كأكتبت له صدقة، فالناس كلها تعمل إيه؟ تغرس. يعلمهم ولا ما علمهمش؟ أتى بطعام العصافير وما تقاش، فما يجي يسأل يا رب أنا سبت العلماء يعلموهم كيف يأتوا بطعام العصافير، نجا ولا ما نجاش؟ نجا. فالجني نفس الحكاية، يعني العظم إذا سموا الله عليه يجدونها أوفر ما يكون إيه؟ لحما. انتشار هذا العلم بين الناس يجعل طعام الجن متوفرا. فأنت أصلا هو أحوج الناس إلى العلماء، وأيضا أحوج الناس العلماء عندما تأتي الحوالك هذه والقرارات الصعبة يبقى لابد يكون له شورى. وأهم شورى عنده من إيه؟ العلماء الراسخين، مش أي علماء، العلماء الراسخين. فلابد الرجوع للعلماء الراسخين. نجاة الناس، نجاة ولي الأمر أصلا في الدنيا وتمكين عرشه في الدنيا أصلا بوجود العلماء، اصلا بوجود العلماء. ولذلك كان شوف الخلافه العباسيه، الخلافه الامويه مع السقوط في البدعه التي انتشرت كان اهم شيء عندهم يكون حواليهم مين؟ هو ايه اللي جعل السفاح يتجن لما ابو حنيفه قال له لست اهلا للقضاء؟ الامه باسرها تنقاد للعالم، هو بجنبه العالم يقول لك انت العلماء. انت تعرف اصلا الاعمش او غيره كان ضريرا، او رجل الضرير كان محدثا فاكل فصب له الماء وهو يصب الماء بهذا يقول اعلو انزل، فقال له اتعلم من يصب لك الماء يا فلان؟ قال من؟ قال امير المؤمنين. فعملوا من ده، تعرف هارون الرشيد معناه ايه؟ ده هارون الرشيد زلزلت الارض. هارون الرشيد كوكبة بقى وامم. هارون الرشيد وهو اللي بيصب الماء له للعالم، لانه نظر الى عمر بن عبد العزيز فراى الله مكن له في القلوب قبل ان يمكن له في الدنيا سنه ونص. ليه بقى؟ كان ايه أكثر الناس حفاوة بالعلماء، بالعلماء. لذلك حتى الولاد أحوج ما يكونوا إلى العلماء، والناس كذلك. إخواننا اللي في فلسطين هؤلاء، ليه ما أنا كل شوية أركز أقول لا تتحركوا قدما ولا تخروا إلا بإيه؟ إلا فاتوا العلماء. العلماء اللي هناك ما استطاعوش يطلعوا يأخذوا الشورى، يتصلوا بالعلماء يقولون حدث كذا، المسألة علميا كيف تكون. لكن بقى مش يقول جماعتنا قالت، وإحنا بقى مش هناخد فتوى غير من جماعات، يا إحنا يا لا. هذا اصلا ظلم بين. الاعلم يرجع اليه، سواء بقى جماعتكم من جماعتكم، منفرد مش منفرد، يرجع الى الاعلم في هذا. لذلك قلنا احتياج الاصاغر الى الاكابر هو الاحتياج العظيم الى العلماء، ثم الى الولاد، لانه دنيا من غير ولي فيها ما فيها، الدنيا باسرها سيكون فيها ما فيها من الفوضويه الكبيره في هذا الباب. لكن ولي الامر اصاله الله تعالى جعله حمايه للامه باسرها. لما اعطاه كل هذه الصلاحيات؟ لما أعطاه الله كل هذه الصلاحيات؟ السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، السمع والطاعة والدعاء له والتعضيد والنصرة والكلام في حسن ما هو فيه مع تعظيمه وتوقيره، كل هذه الصلاحيات أعطاه الله. لأنه أصلا صلاح الدنيا واستقامة الدين وصلاح الدنيا به، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهو وضعه في محل يرتفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل في قاع جهنم، والخيار له، والخيار له في هذا. لذلك كلمة وظيفة وأجيرة وأجورة كلام كله ما لا تجد المصطلحات دي عند أبلة فضيلة حتى، ما في علميا، فاضي فضيان هذا الكلام، هذا فضيان وهذا خطأ. والألباني قال بمثل ذلك، وأخطأ الألباني نفسه، أخطأ في هذا. ومع ذلك الألباني بعد ما قال ذلك يحرم الخروج عليهم. وأنت بتحرم الخروج عليهم فيش؟ لما هو مش أجير طلعوا بقى، يبقى يجوز لك الخروج عليه والانتقاد العلني، فاهم؟ والسب والشد اللي بيحصل من هؤلاء السفهاء في هذا الباب. هو نفسه اصلا ما قال بذلك بعد ما قال بهذه المساله، فيسمعها واحد يتعلق بها تقليدا، طب اخطا الالباني ما عندوش علم في هذا الباب، او ما عندوش الدليل اللي قال به في هذا الباب. كل اللي عمله ان هو قال طب فين تطبيق الشريعه؟ تطبيق الشريعه موجود، اقامه الصلاه والاركان الخمسه ده تطبيق شريعه، وده مش تطبيق شريعه. تطبيق شريعة ده في الشريعة دي، تطبيق ايه هذا؟ لما يكون إقامة أركان الإسلام ده تطبيق شريعة مش تطبيق شريعة. فلذلك في زمن الأزمنة مفيش ولي الأمر، هو عند قيام الساعة الله الله مفيش الله الله وتقوم الساعة بقى فقط، قالوا أن تعد على أصل الشجر، لكن أنت إلى الآن ما في،
قال لم أجد للمسلمين أمير ولا جماعة، ده في آخر الزمان. وإلا قد قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم فطر، الفطر مجبورين على ذلك، والمنازعة على الكراسي والمنازعة على المكانات هذه مشكلة كبيرة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.